هاي، أنا سارة من سارة إن دبي بلوج. أنا صراحة دايماً عم بسافر وبروح على إيفنتس و I'm always on the go يعني، فليزر أسهل بكتير. هو اللي بعجبني بالموضوع إنه نتائج أسرع وبتضلها لوقت أطول، ما في وجع. أنا وكايا عنا علاقة طويلة وحبيت كيف التعامل بيصير، يعني بحس كأنه بالبيت مرتاحة من لما بدخل، لما بحكي مع ماي ثيرابيست، لما بطلع وحتى بتصل إذا عندي أي سؤال. So, سمعت عن كايا ألتيما وحبيت أجربه لأنه من قبل عملت ليزر بمحل تاني وتجربة كانت شوي بتوجع، يعني التريتمنت بتخلص كتير بسرعة. إذا الواحد حاب يعمل الأرمز يعني 10 دقايق، which is amazing. ما حسيت بأي وجع صراحة. والحلو بالموضوع كمان إنه التكنولوجيا كتير متطورة، منعش بالعكس، منعش إنه حدا يجي يعمل ليزر. والحلو بالتكنولوجيا الجديدة تبع كايا ألتيما إنه الشعر بيحتاج فترة أطول لينمو. فالفاينل ثوتس تبعي إنه تجربتي مع كايا كتير حلوة، خصوصا بكايا ألتيما. من لما بفوت على العيادة بسأل ديرماتولوجيست أي أسئلة عندي، بحكي مع الثيرابيست، إيفن إذا بعمل فولو أب بتصل أو عندي أي سؤال، كتير بيراعوا الكلاينت، يعني التجربة فيها كيرينج وهالشي كتير عجبني.